لهم يفعلوا. افتحوا البوابة. اقفلوا البوابة. مال الجنرال بيلو متعصب كده ورايح على فين في وقت متأخر زي ده؟ مين العساكر اللي معاه؟ أنا أول مرة أشوفه. عفارم رجالي. صح صح يا محمد، شد نفسك كده. يا سالم اتفقنا محدش فينا يموت، هتخلف اتفاقنا قول من دلوقتي. لا مش هموت ما تخافش. الحمد لله على سلامتك يا سالم يا اخويا. الله يسلمك يا مختار. عارف يا حامد الفرنساويين دول جبنة قوي، انا لو معايا ربع السلاح اللي معاهم كنت نايمت العالم من المغرب، وهم واقفين قدامنا كانوا بيترعشوا. هم مش جبنة عشان اصلهم جبنة، بس هي كده المحتل دايما جبان، الظالم هتلاقيه جبان، اللي مش معاه الحق جبان يا سالم. المهم قوم انت بسرعة بالسلامة، لسه عندنا عمليات كتير. انا جاهز. يا عم سالم مش كده، بالراحة على دراعك. ناجي فين؟ راح يشقر على ابوه قبل ما الفرنسوية يولعوا البلد. وصافي جاي في الطريق. طب هات لي النطع اللي جوه. انا مش مصدق اللي حصل ده، ده ولا في الخيال. للأسف احنا أسأنا تقدير إمكانيات الفلاحين، العملية دي متخطط لها بإحكام. هجموا على بوابة القلعة كتمويه، وفي نفس الوقت كانوا بيتسللوا من الأسوار الخلفية وهم لابسين لبس الجيش الفرنسي. معقولة مفيش ولا عسكري شك فيهم وهم خارجين؟ كلهم اندهشوا طبعا، بس ما حدش فيهم فكر ان ممكن ده يحصل. عامة انا جهزت القوات للتحرك. لا استنى، يوصل الخبر للجنرال في القاهرة وهو اللي يقرر. الموضوع كبير قوي، وخطف قائد كبير زي بيلو ممكن يهدد مصير الحملة كلها. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.